اوكي يعطيك العافية يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبعا إن شاء الله اليوم راح نكمل الأوسنت. راح بنشرح اليوم عن المابس وكيف إحنا بنقدر نتفاعل بين، يعني كيف نطلع مثلا من إيمج الإحداثيات تبعتها، سواء إحداثيات الطول والعرض، وأنا كيف مثلا أقدر أشوفهم، كيف أقدر أحسبهم وهيك، يعني كيف أقدر أحولهم، وعن طريق الإحداثيات هاي كيف مثلا أنا أعرف اسم المنطقة، أعرف كثير أمور مثلا. خلينا نبدأ، يعني نبلش بالأول إشي عنا. أوكي، نفوت أول شي على لينكس. نروح على التيرمينال، في عنا تول اسمها، ثواني بالله يا جماعة، أوب سوري. أوكي، نعمل شغل. أوكي تمام، في عنا طبعا أول إشي دقيقة ثواني، طفت الشاشة عندي دقيقة يا جماعة. اوكي، راح نبلش اول اشي بالاكزف تول. شو هي الاكزف تول؟ الاكزف تول، اوكي هسه نوطي الموسيقى شوي. اوكي، الاكزف تول هي تول عنا، شو بتعمل؟ بيكون مثلا انا عندي بدي اعرف معلومات كثير عن الصوره، بدي اعرف كثير اشياء عن الصوره، مثلا شو فيها كومنتس، شو فيها اشياء، شو فيها معلومات ممكن تفيدني، بيكون مثلا ممكن مخبي لي كومنت فيها او اشي. ف باختصار يعني هي الاكزف تول بتطلع لي الميتا داتا تبعت هاي الصوره. خلينا احنا نروح عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. خلينا نروح عنا على مثلا عندي صورة معينة، مثلا خلينا نشوف هاي الصورة، صورة الشجرة. بس عشان افوت عليها بدي اروح اعمل سي دي على الديسكتوب. نروح على الديسكتوب. بدي بس الريكورد مش عم يسجل. انا بسجل برا عندي على الاو بي اس. اوكي يس. ومنفوت بعدها على الفايل اللي اسمه وديع هون عندي. تمام، عندي هاي الصوره. خليني اشوف مثلا انا شو الميتا داتا تبعتها او اللي فيها، مع بالاكزف تول وبحط اللي هي التري اللي هي او اسم الصوره عندي. خلينا نشوف، يطلع لي كثير معلومات هون عنها. طبعا معلومات يعني مرات مش كثير، يعني مثلا هاي ممكن تهمني، بس اذا بيكون مثلا عامل لي اشي معين، او مثلا تاريخ معين عندي سوى اشي، مثلا حط كومنت، ممكن يكون جوا الصورة في عندي احداثيات، مثلا اذا كان مصور عن طريق موبايل، مثلا اذا كان كمان في عندي مصور عن طريق كاميرا، بيطلع لي شنو على الكاميرا، شنو على العدسة، يعني كل اشي عن الصورة حرفيا، وشو مكان نوعها. مثلا بتطلع لي مثلا انه هاي جي بي جي، مثلا بتطلع لي الميم تايب، كثير معلومات عنها بشكل عام، والسايز والميجا بيكسلز. هي هاي باختصار الاكزف تول، وبنستعملها كثير هاي التول، يعني احفظوها عندكم. خلينا احنا هسه نبلش بالاشياء عن جد يعني نشتغل عليها. مش شرط نستعمل الكالي لينكس بحالتنا هاي، انه اذا بدي اعمل ريفرس ايمج او اشي مش شرط استعملها. خلينا نجرب مثلا، انا عندي هون شوية امثلة.
كنت مسيبهم من مسابقات سابقة يعني كانت موجودة. مثلا خلينا نحكي مثلا هاي الصورة، شو شايفين بهاي الصورة انتو؟ حدا حاب يشارك؟ طيب اوكي شكو مستحيين، شو مشكلة؟ هسا شوفوا هاي زي ما احنا شايفين شكلها زي فوهة ممكن، و يس ممكن في عندي بركان، يس في عندي هون شخصين زي ما انتم ملاحظين، فانه هاي بتعتبر منطقة يعني بيجي عليها سياح، فتعتبر منطقة ممكن تكون شبه مشهورة. فخلينا نشوف نجرب نعمل عليها ريفيرس ايمج. طبعا كيف بدي اعمل ريفيرس ايمج انا هون عندي؟ اوكي بفوت مثلا عندي هون على الاوسنت فريم ورك اللي شرحنا عنها بالمحاضرة السابقة. هاي الاوسنت فريم ورك اللي بتبين لي مثلا كل الاشياء اللي انا بقدر ابحث من خلالها، اذا كان عندي يوزر نيم ايميل، يعني بستعملها بكثير اماكن وكثير اشياء. هنروح على اليوزر نيم، لا قصدي على سوري على الايمجز والفيديوز والدوكس، وبنروح على الايمجز نروح سيرش. خلينا نشوف الجوجل ايمج اول اشي. طبعا هذا هاي الاشياء بتقدر تبحث عنها بشكل ثاني، مثلا تقدر تكتب جوجل ايمج وخلص يطلع لك، بس هاي الاوسنت فريم ورك يعني بتريحك بالاشياء اللي مش معروفه. مثلا انا يعني ما بعرف كل هاي المواقع، اكيد مثلا جوجل ايمج اوكي ممكن مرق علي، البنج الاندكس اوكي ممكن يكونوا مرقوا علي، بس الباقي ما بعرفهم مش انا، فممكن استعيد فيهم كسيرش انجنز، يعني كسيرش انجن انا بقدر ارفع عليه صوره. هسه خلينا نرفع الصوره، هاي صوره البركان زي ما انتم شايفين هون، اعطاني صور كثير شبيهه لها، و هون كاتبين لي زي شو هي هاي الشغله، هي مكتوب باب جهنم او حقل النفط، هي عباره عن حقل النفط، فبيطلع لي معلومات عنها. هسه مثلا انا بدي اجيب احداثيات هاي الصوره، مثلا انا عندي هاي الصوره طلب مني احداثياتها، انا وين هاي المكان، جيب لي هذا المكان وين احداثياته بالضبط. فهون بقعد اقرا يعني عشان اجمع معلومات اكثر. فهون شو كاتب لي؟ كاتب لي بوابه جهنم في تركمانستان. خلينا نجرب، بس مثلا انا عشان بدي اطلع معلومات زياده عنها بجرب اكتب مثلا. هسه يفضل بصراحه نستعمل الانجليش بدل العربي، لانه العربي ما بيطلع لي معلومات زي ما انا بدي، فممكن اكتبها يعني شو اسمه السبيلنج كان عندي غلط، بس انه اسم يعني خلينا نكتب مثلا هيل جيت تركمانستان. اوكي هي زي ما انتم شايفين طلعت لي نفس المنطقة. فأنا هون ممكن افتح مثلا عندي على اكتب مثلا مابس مثلا، حتى نشوف مثلا على جوجل مابس سون تركمانستان، خلينا نكتب مثلا الهيل جيت. خلينا نشوف طلع لنا اشي، بس ما طلع لي اشي زي ما انا بدي. هيك حرفيا الاوسنت عندي، مثلا انا بدي ادور باكثر من مكان واكثر من مصدر عشان انا اقدر الاقي مثلا عشان انا اقدر الاقي مثلا المعلومة اللي انا بدي اياها. اوكي تمام. طيب خليني ابحث عليها بالعربي، ممكن يطلع لي اشي يعني يفيدني أكثر. خلينا نحكي مثلا أكتب لوكيشن، أنا شوف عندي لوكيشن عندي هون. خلينا نشوف مثلا هذا المقال.
هيك بصير ابحث حرفيا انه مثلا انا بدي ادور بهذا المكان، بدي ادور بهذا شو اسمه. طب انا بدي احداثيات، انا اللوكيشن مش عم بيطلع عندي، فالاحداثيات اللي هي الكوردينتس. ف انا بكتب له بدي الكورد. اكسر يس. فهي هون زي ما انتم شايفين، هي اعطاني هون عندي احداثيات الطول والعرض بالديسيمال، اعطاني اياهم بالدي دي، اعطاني اياهم بالدي ام اس. طب ولا اختصارات المابس عندي مثلا ديسيمال معروف كارقام عشريه بتكون عندي، اما الدي دي فهاي ديسيمال ديجري، بيعطيني اياها بدرجه مئويه، زي الدرجه يعني، زي الدرجه المئويه او زي درجه الحراره مثلا. في عندي الديجريز مينتس اند سكندز، هاي كثير بتمرق علينا بصراحة، وبطلب منا مرات نحولها من هاي الصيغة لصيغة الديسيمال. فهي حلو انه تكونوا مثلا عارفين شو في عنا مثلا، انه شو الانواع. فيس مثلا هون اذا بسحبها هاي بروح احطها مثلا عندي على الجوجل مابس، نروح مثلا على الجوجل مابس، خلينا نشوف جوجل مابس شو في عندي هون. خلينا نجرب نبحث عن الإحداثيات هاي. شايفين هون عندي، شايفين هي تقريبا جاي بنص الصحراء، بس حط لي إياها وين بالضبط يعني تعتبر. فايس يعني هاي بنعتمد عليها كثير الإحداثيات، إنه تجيب لي مكان إحداثيات معينة أو هيك. هاي هي طريقة الإحداثيات، وكيف مثلا أنا أشوف مثلا أبحث عن أصل الصورة وأعرف مثلا إحداثيات المنطقة هاي وين. أو بشكل مختصر يعني عن طريقة البحث بالصور. هسا في أنواع ثانية، مثلا أنا افرض إجا عندي هنا مثلا أوكي، مثلا عندي هنا مثلا خلينا نشوف صورة ثانية عندي على لينكس مسيبها هنا. اوكي مثلا في عندي هاي الصورة، يتحمل شوفوا مثلا هاي الصورة شو شايفين فيها. في عندي مبين مطار، مبين كمان انه في عندي هون هاي اسم الشركة جال. هون شو طالب مني؟ طالب مني بده شو اسم المطار هذا، شو اسم هذا المطار. بس ما في اي اشي واضح عندي يعني. هاي عندي طيارة بس، وهون في عندي مليون نوع طيارة بس يعني على الاغلب ما استفيد منها. بس اذا ملاحظين عندي هون في عندي انعكاس، اذا بقرب هون شايفين في عندي هون انعكاس لكلمة، في عندي اللي هي TAKENOYA. طب خلينا نجرب ابحث عنها انا اشوف. سوري تمام، خلينا نجرب ابحث عن هذا الاشي، ممكن يطلع لي اشي بيفيدني. مثلا TAKENOYA شايفين هاي طلع لي هون اشي. بس زي ما انتو شايفين هذا ريستورنت، مطعم. بس خلينا اشوف هذا المطعم يعني شو في اله افرع مثلا، شو في اله اماكن مثلا تكون بايربورت. فبضيف على البحث عندي مثلا بكتب ايربورت مثلا، خلينا نشوف. اوكي زي ما انتم شايفين هنا يطلع لي اسم المطار، اسمه بالياباني هي هاي لانها كانت مسابقة يابانية، بس هاي الاسم اسم المطار كامل. يعني هيك احنا بنطلع مثلا اسم المطار عندي من شايفين من ايش، من انعكاس. يعني لو اجي مثلا اعمل هون عندي ريفرس ايمج، خلينا نعمل مثلا خلينا نفوت على جوجل ايمج
مثلا خلينا نرفع لهم صورة، نعمل أبلود و هي شو كان اسمها؟ هي أول واحدة. هي الايربورت. أوكي تمام، خلينا نجرب. شايفين طلع لي اسم الشركة، بس يعني هاي بتكون بكل مطارات اليابان. طب أنا يعني لو أدور من هون لبكرة في مليون مطار باليابان، فبدي أروح أجربهم كلهم أنا؟ لا ما بدي، بدي الإشي معين. فهاي يعني لازم الواحد يركز بالصور اللي بتكون موجودة عنده. يعني أنا هون قدرت أكتشف إنه في عندي انعكاس، من الانعكاس قدرت أطلع اسم الصورة أو اسم المكان، اسم المطار. فيس دائما ركزوا بالصور، يعني إذا هون بدي أبحث ممكن ألاقي اسم المطار، بس راح أتغلب كثير وأنا بدور، بس راح أتغلب كثير كثير وأنا بدور. فيس هاي ك يعني كإشي سريع، كمان على الأمثلة الثانية اللي ممكن تيجي. طبعا هيك بشكل عام حكينا احنا عن الجوجل ايمج، وكيف مثلا انا اقدر اطلع مثلا الاحداثيات لمنطقة معينة او هيك. هسه خلينا نفوت بإشي اسمه الجوجل دوكس او الجوجل هاكس. فبقولك شو مبدأهم، فأنا عشان يسهل عندي عمليات البحث. خلينا نشوف، طبعا هذا بزبط على براوزر الجوجل. بصراحة اكون صريح معكم ما جربت على براوزرات ثانية غير جوجل. خلينا نرجع لنا على صفحتنا هون. ما عمري جربته على متصفحات ثانية، بس هو دائما موجود على الجوجل، يعني هو على الجوجل اصلا لانه اسم الجوجل. فيس خليني مثلا اكتب عندي امان عرب يونيفرسيتي مثلا. انا بدي ابحث عن امان عرب يونيفرسيتي. تمام، شايفين قد الاحتمالات عندي تقريبا 6 مليون و 280 يعني 6 مليون و 280 الف احتمال. طب اظن انا اذا بدي ادور على شغله معينه بدي اياها انا ما راح استفيد. طيب لو مثلا خلينا نتعلم اول اشي في عنا بالجوجل دوكس اللي هي سايت. السايت شو بتعمل لي؟ بتجيب لي اسم مثلا، مثلا انا بدي بس النتائج تكون بس بالفيسبوك، او النتائج تكون بس بالانستغرام، او النتائج تكون بسايت معين انا بدي اياه. فمثلا بجرب اكتب facebook.com. شايفين اذا ملاحظين هون كله كل البحث عندي صفي فيسبوك. فيسبوك هاي اليو ار ال زي ما انتم شايفين هون الموقع عندي facebook.com. وين ما افوت مثلا وشايف يعني مثلا خلينا نفوت هون افتح لي فيسبوك، هاي مثلا صفحة الجامعة وهيك مثلا خلينا نحكي. فا يس شايفين قد ايه قللت الاحتمالات عندي ل 248 الف. مثلا خليني انا اجرب ابحث بطريقة ثانية. مثلا انا جربت ابحث بالسايت، طب انا ما بدي بالسايت، بدي اشوف باماكن ثانية مثلا، بس بدي اياه يكون الامان عرب يونيفرسيتي، بدي اياه يكون باليو ار ال، يعني بدي اياه يكون موجود باليو ار ال عندي. كيف بدي اياه يكون موجود عندي باليو ار ال؟ بكتب ان يو ار ال وبحط اللي هي النقطتين الرأسيتين مثلا. خليني بس هون لازم احطها قبلها عشان يعني بدي انا امان عرب يونيفرسيتي ان يو ار ال، ان يو ار ال تمام. نحط امان عرب يونيفرسيتي. زي ما انتم شايفين هون هي جاب لي كثير عشان جامعه امان عربي، بس حرفيا مثلا اي رابط راح افوته، مثلا خلينا نفوت هذا الرابط، راح بتلاحظوا هون في عندي باليو ار ال دائما راح يطلع لي امان عرب يونيفرسيتي. مثلا خلينا نشوف موقع ثاني، خلينا نحكي مثلا هذا الموقع. شايفين اي امان عرب يونيفرسيتي دائما راح يطلع لي الاشياء اللي فيها باث اسمه امان عرب يونيفرسيتي، او الموجود باليو ار ال امان عرب يونيفرسيتي. فيس هاي كانت ان يو ار ال، وحكينا عن السايت. خلينا نحكي كمان عن وحده كمان كثير كويسه بتساعدني، اللي هي ان تايتل.
الانتايتل هاي بتجيب لي وين؟ بتجيب لي انه لازم يكون دائما امان عرب يونيفرسيتي بالتايتل هذا اللي عندي. مثلا هاي انا هون بفتح، هاي هون عندي امان عرب يونيفرسيتي، هون امان عرب يونيفرسيتي، كله كله يعني دائما يطلع لي هون امان عرب يونيفرسيتي. مثلا هون ويكيبيديا عندي، هون امبلويز، مثلا اي شيء كله بصير يطلع لي. وكل ما واذا بتلاحظوا هون كثير بقل عندي عمليات البحث، صارت تقريبا 75,000 نتيجة من 6 مليون وشوي، فهذا كثير بيسهل عليكم الاشي. مثلا انا بدي خلينا نفرض مثلا عندي مادة C++ الاغلب ما اخذها. مثلا C++ انا بدي بس الاقي الاحتمال، مثلا باجي ببحث عنها هون بشكل عام. اوكي باجي ببحث عنها بشكل عام بيطلع لي كثير اشياء. طب انا ما بدي هذا الشيء، انا بدي بس فايلات بي دي اف او فايلات باوربوينت بس مثلا، او اي نوع فايل انا بدي اياه. شو بعطيه؟ بعطيه فايل تايب، فايل تايب، بحط نقطتين رأسيتين، بحط مثلا انا بدي اياه صيغته بي دي اف، نعمل انتر. زي ما انتم شايفين هنا بالبحث طلع لي عندي هنا زي بي دي اف، بي دي اف حرفيا. هسه انا اي اشي راح بفتحه راح بيكون بي دي اف. طبعا ما تتفاجئوا، هو الاشي راح بنشوفه هسه يعني عادي. سلايدات مثلا، انا هون قدرت اوصل لسلايدات ما بعرف لمين. مثلا في عندي هون توتوريال، مثلا هاي ببين لي مثلا كم صفحة هذا البي دي اف. مثلا هات نشوف هاي الشغلة، بس مثلا هاي هذا كتاب اي ثينك ممكن، او يس هو كتاب يس. ف حرفيا اي اشي انا بقدر ابحث عنه ك مثلا هنا بيطلع لي كل الاحتمالات عندي بي دي اف. مثلا خلينا نجرب بدل بي دي اف، خلينا نجرب مثلا اللي هي البي بي تي، بي بي تي اكس او البي بي تي اللي هي للباوربوينت. طبعا انا بس بدي يطلع لي الباوربوينت زي ما انتم ملاحظين هون بي بي تي، بي بي تي. خلينا نشوف فابل التشابتر مثلا، تشابتر 4 هاي نزل لي اياه هون، خليني افتحه اشوفه. هاي زي ما انتم شايفين هذا سي بلس بلس، اي ثينك نفس اللي بيعطوه الجامعه عنا، نفس السلايد. فيس هيك انا بقدر اوصل مثلا للفايلات عندي او للاشياء اللي انا بدي سبيسيفيك فايل مثلا، او بدي نوعيه فايلات معينه. هاي عندي الفايل تايب. طبعا احنا راح نعطي هذول بس كاساس يعني، ما راح نعطيهم كلهم لانه في مليان ومليان ومليان. اذا بدكم تبحثوا عنهم اكتبوا مثلا جوجل هاكس، اي ثينك ممكن ما يطلع لكم لانه شوي جوجل مرات شوي غبي. او اكتبوا مثلا جوجل دوكس، جوجل دوكس راح بيطلع لكم كثير اشياء. خلينا نشوف مثلا مثلا هاي هون بيطلع لي كثير اشياء ممكن استفيد منها انا. هاي هون مثلا هاي الاول ان تكست مثلا، اي اول ان يو ار ال، فايل تايب اللي شرحناها، يعني كثير امور هون بستفيد منها انا حرفيا. طبعا فيها قصة الاند والاور وهاي الاشياء كمان، بقدر مثلا انا اضيف مثلا انه مثلا بدي ان يو ار ال مثلا اور مثلا ان كذا او اند، عادي بقدر برضو استعملهم. بس هيك يعني مثلا نحكي هيك بشكل عام. اوكي هاي بشكل عام شو هي جوجل دوكس. طبعا حد عنده اي سؤال يا جماعة؟ الامور كلها تمام؟ الصوت بطلع قبل الصورة بكثير، مش عارف اذا المشكلة عندي او عندكم. المشكلة بس عندكم يا جماعة ولا من عندي الموضوع؟ معناته عندك النت تعيس يا صديقي. اوكي طيب
خلينا نفوت بالإشي اللي أنتوا حابينه كثير اللي هو الدارك ويب. كيف أنا أقدر أفوت على الدارك ويب؟ ترى مش صعب إنك تفوت على الدارك ويب، يعتبر إشي سهل ترى. هسا إحنا شرحنا مبدأ الدارك ويب عنا من قبل المحاضرة السابقة، بس خليني أعمل عليه ريكاب سريع. خليني أعمل سويتش السكرين. أوكي، زي ما أنتوا شايفين هون، نأخذ القلم. شوفوا مثلا أنا هون عندي بيكون أي جهاز A، تمام، أي جهاز B، أو مثلا هاي عندي جهاز هون وعندي السيرفر هون مثلا اللي بدي أوصل له. بس هون شو بيصير؟ أنا هون بيكون أنا هون بيكون عندي السيرفر، تمام، السيرفر تبع التور، وهي مثلا أنا بدي أوصل من هون لهون. طبعا هون شو بيصير عندي بالنص؟ هاي بالتور عندي، شو بيصير جوا شبكة التور، جوا النتورك تبع التور؟ بيكون فيها زي راوترز، أنا بكتب برسم مربعات بطلع لي دوائر، يلا مش مشكلة. تمام، أنا نفرض هون عندي سيرفرات، خلينا نحكي يعني أنتوا المهم المبدأ، تمام. وبصير مثلا ينقلني، مثلا أنا أوكي، مثلا أنا دخلت من هون، فتت هون، بعدين صرت هون، بصير ينقلني وكل ما ينقلني بصير يغير الاي بي تبعي. فحرفيا كل عملية بتصير راح بتشوفوا، بس نفوت على الساعة التور راح بتاخذ وقت أطول بكثير، خصوصا على الدارك ويب. مثلا بتصير تمشي فيهم، طبعا بتصير تمشي بشكل عشوائي، مش شرط تمشي فيهم كلهم، بعدين مثلا بترد ترجع، بعدين بتوصلني عندي للسيرفر أو للمكان اللي أنا بدي أروح عليه. خلينا نشوف بشكل عملي. أول شيء كيف ننزل التور. نعمل switch screen. أوكي. أول إشي هسا أنا بنصح إنه تنزلوا التور عندكم على لينكس. ثواني يا جماعة بس. أوكي. كيف بدي أنزل التور عندي أنا؟ بنزل التور، بكتب تور. تور طبعا هو البراوزر اللي احنا بنشتغل عليه عنا بالدارك ويب، وسمعته فيه على الاغلب يعني. لا هاي مش تصميم مواقع، تصميم مواقع اسهل بكثير من الاشياء اللي بنشرحها. تمام. هسه شوفوا، خلينا نفوت هون نعمل داونلود تور، وبنختار اللي هي داونلود فور لينكس، بصير ينزل عندي. هو حجمه تقريبا 100 ميجا. اوكي، خلينا نفتحه. بس بصراحة انا بدي اعمل له كت واخذه عندي على الدوكيومنت عشان العجقة. اوكي، نعمل له بيست هون. بس كيف بدي افك انا، كيف بدي افك ضغطه على شو اسمه هسه هون؟ لما ننزله بيكون مضغوط عندي، فكيف بدي افك ضغطه؟ بستعمل عندي هسه هون زي ما انا شايف في عندي هون اكس زد. ما بجرب ابحث اذا انا في عندي تول اكس زد ممكن تفك لي. زي ما انتم شايفين في عندي تول اكس زد، حط داش عشان اقدر اشوف شو الكوماندات اللي عندي. بكتب داش داش هيلب عشان اشوف شو في عندي انا اشياء يعني اقدر اعمل ديكومبريس عليه. لا حطينا داش داش هيلب عشان نشوف شو فيه كوماندز او اشياء. هاي في عندي داش دي اللي هي ديكومبريس، تعمل لي ديكومبريس على الفايل. فبنكتب اكس زد داش دي، وبحط اسم التور اللي هو تور براوزر هذا بشكل كامل، حط انتر، نستنى عليه شوي.
تمام هسه بعد ما فكناه في عندي طلع بصيغة تار، يعني هذا مضغوط مرتين عندي الفايل. كيف بدي أفك التار؟ أنا بجرب أكتب تار عندي، تمام طلع عندي التار، بس كيف بدي أنا أفكه؟ شو بحط؟ بحط داش داش هيلب برضو عشان أشوف شو في عندي أوبشنز عليه، مثلا تعملي ديكمبريس أو إكستراكت. أجرب أطلع أشوف، ببحث فيه مثلا عندي شو في عندي أشياء ممكن أستفيد منها. هاي مثلا هاي طلع لي إكستراكت أول فايلز فروم أرشيف دوت تار، اللي هي إيش؟ تار داش إكس إف. خلينا نجربها. تمام نكتب تار داش إكس إف، تمام نحط التار اللي هو الدوتر. اي زي ما انتم شايفين هون طلع لي هون التور براوزر، شايفين اعطاني الدايركتوري، هي فك ضغطه وكل الامور تمام. بس خلينا نعمل ls، هي صار في عندي هون التور براوزر. نعمل cd على التور براوزر، نعمل ls. زي ما انتم شايفين هون طلع لي براوزر وطلع لي ستارت تور براوزر دوت ديسكتوب. فانا ايش بعمل عشان اشوف شو صلاحياته عندي، عشان اذا في اشي اقدر اغير، بعمل ls-l. طبعا هاي الامور كلها شرحينها يا جماعة من قبل، فانا مشان هيك انا بمرق عليها سريع، تقدروا ترجعوا لها بالمحاضرات السابقة كلها شرحناها. تمام -l، فزي ما انتم شايفين هون في عندي اللي هي read write to execute، فبقدر اعمل عليه execute طوالي. عشان اعمل execute بعمل dot slash والstart. هيك احنا شغلنا التور. عشان اشغله انا بدي اعمل له كونكت. نعمل كونكت، طبعا ممكن ياخذ شويه وقت اول مره بس بعدين الامور كلها تمام. نعمل له كونكت. هسه بنجرب مثلا نبحث عن اي شيء بدنا اياه، مثلا خلينا هسه عشان نتاكد من قصه الاي بي، مثلا خلينا نكتب my IP address. تمام شايفين اذا بتلاحظوا هيك شوي بطيء لسه، لما نفوت مثلا على ملفات ال URL بكون لسه اصعب بكثير. هات نشوف my IP، باخذ وقت اطول يعني. شايفين وين اعطاني؟ اعطاني انه انا بايران، اعطاني السيتي اللي هاي السيتي حرفيا هنا، يعني حطني بمكان مش بالمكان انا اللي انا فيه حرفيا. كل عمليه انا بسويها كحمايه من شركه تور الي بتضلها تنقلني. طبعا هاي الامور مش امنه 100%، في ناس ممكن انه يتعداها او يتخطاها، بس يعني تعتبر لاير سكيورتي عندي. هسا نصيحة يا جماعة اللي بده يفوت، هسا احنا راح نفوت على قصة الدارك ويب، فنصيحة اللي عم بجرب معي ما تنزل اي روابط، ما تنزل اي اشي عندك، كون حذر جدا وانت بتبحث، لانه البحث عندي يعني ممكن يوصلني لاشياء مثلا انا ما بدي اوصل لها. لا بتغير المكان، بضل يتغير على الأغلب. شو اسمه يعني كل مكان أنا بروح عليه بظل يتغير هيك يعني. فرجاء يا جماعة الخير يعني انتبهوا كثير وانتوا بتستعملوا الدارك ويب، لأنه يعني هو أوكي سيف ممكن أنا أستعمله بالبحث على جوجل عادي، مثلا بكتب جوجل وببحث فيه بدي إياه، بس إذا بدي أفوت مثلا على ملف على الروابط الدوت اونيون بدي اكون حذر جدا. طيب هسا في عندنا كثير سيرش انجنز موجوده عندي بالتور، هاي الاشياء انا راح بخليكم انتم تبحثوه عنها، لانه بصراحه ما بتحمل مسؤوليه، ما بتحمل مسؤوليه اي شيء. في كثير مواقع فيك بس برضو ما انا ما بتحمل مسؤوليه يعني كيف افوت عليه.
ما هو صعب ادخلكم على اشياء لانه يعني شوف يعني في كثير امور انا ما بقدر انا مش قصتها هاي انا مشان التسجيل ما بقدر انا لانه ما بقدر اعرض هاي الاشياء على اليوتيوب ف يعني صعب ادخلكم هسه عليها فيش اماكن فيش مكان مضمون بالدارك ويب اريحك ممكن يكون هسه مضمون كمان شوي يصير مش مضمون يتهكر عادي طبيعي ف يس طبعا فايس ان شاء الله يعني اليوم تكون خلصت محاضرتنا يعطيكم الف عافية يا جماعة ان شاء الله يعني بنستمر هيك خلصنا الاوسنت بشكل عام احنا بنشرح يعني بشكل عام على اساس انه احنا عم نمشي خطوة بخطوة بتمنى انه اللي حاب يكمل هو يتعمق يعني احنا بنعطي الاساس وانتو امشوا عليه فيس يعطيكم الف عافية وان شاء الله بنشوفكم بالمحاضرات القادمة